السلام عليكم أعزائي الطلاب، ألتقيكم مرة ثانية شرح موضوع جديد بالأوبجكت أورينتد، وراح نحكي على الإنهيرتنس. موضوع كلش لطيف كلش سهل، اللي هو الوراثة. الوراثة المفهوم المجتمعي إنه أشياء موجودة عند شخص غيرك وأنت تورثها وتقدر تستخدم. إحنا قلنا بالأوبجكت أورينتد عندنا ثلاث مفاهيم، اللي هي encapsulation بما معناه data hiding، اخفاء البيانات، polymorphism واللي اخذنا عليه overloading شرحنا عليه. هسه المفهوم الثالث اللي هو inheritance اللي نحكي عليه، اللي هو reuse الكود، ممكن إعادة استخدام الكود بس مو بإعادة كتابته، مو rewrite، لانه احنا يعني هدفنا انه نقلل المساحه والسرعه والى اخره. فاحنا موجود عندنا كود نستخدم الفاسيلتيز اللي موجوده به بدون اعاده كتابه. فراح يكون عندي الوراثه الانهيرتنس سنجل وملتيبلاي، مفرد ومتعدد. الكلاس راح يصير اني عندي مثلا اب وابناء يورثون من عنده، او جد واحفاد يورثون من عنده. فنفس الحاله راح يصير عندي بيز كلاس اللي هو الكلاس اللي يورثون من عنده، الكلاسات الثانيه. درايف كلاس اللي هو الكلاس الابن اللي يورث من الاب. هذا المصطلحين، البيز كلاس اللي هو الكلاس اللي يورثون من عنده، خلينا نقول الجد او الاب، وهاي ضمن شروط. والدرايف كلاس اللي هو الكلاس اللي ياخذ ويورث ويستخدم البيانات. خلي ننطي فد مثال بسيط ونحاول نقرب الفكره. انا اذا عندي كلاسات ثلاثه، اللي هو كلاس person وكلاس student وكلاس teacher، كلاس الطالب الشخص وكلاس الطالب وكلاس المدرس. هذني الثلاث كلاسات، بديت بنية الكلاس الرئيسي اللي هو person. طبعا شو احتاج به؟ هذا المثال توضيح، احتاج به اسم وعمر، انه الشخص شو احتاج؟ احتاج الى اسم وعمر. هذا الكلاس الرئيسي احتاجيت به اسم الشخص وعمره، string بانتجر، عرفت النيم باعتبار انه string والايج اللي هو العمر باعتبار انتجر. هذه المتغيرات الداتا. والدوال اللي بالكلاس الرئيسيه عندي دالتي اللي هي اساسا راح استخدمها public. ليش؟ حتى اقدر استخدمها من الكلاس الثاني. فراح اخلي set value للسترينج وللعمر، سيت فاليو الاس والاي، الاي باعتبار الايج والاس باعتبار النيم. معناها اني من البرنامج الرئيسي او الكلاس الاخر راح ارسل قيم الى الاي والاس، وهذه الداله وين موجوده؟ السيت فاليو. والبرنت همين داله الطباعه سي اوت الايج وانتر والى اخره. عندي دالتين صارت بالكلاس الرئيسي اللي هو البيرسن، سيت فاليو والبرنت. اجيت على الكلاس الثاني اللي هو ستيودنت، شو احتاج؟ يعني هم احتاج اني يعني اسم وعمر، ولكن احتاج الليفل اللي هو الكلاس يا مرحله الطالب. فاجيت عرفت الليفل وقلت انه سيت فاليو ال تساوي الليفل، معناها وهم بالببليك، معناها انه انا راح ارسل داتا الى المتغير ال، وهذه راح تنخزن قيمه الليفل. نفس الحاله اطبع لي المرحله، هسه هي المرحله ما موجوده هنا ولا هنا، فصار عندي الكلاس الاخر اللي هو ستودنت بايضا دالتين برنت ليفل وبسيت فاليو. لحد الآن الكلاس الأول معزول عن الكلاس الثاني
وما قدر يستخدم من عنده إيش. لكن حتى أقول إنه هذا الكلاس يقدر يستخدم المتغيرات اللي موجودة هنا ويستخدم الدوال اللي موجودة هنا بدون إنه أعيد كتابتها مرة ثانية وأعرفها، راح أضيف هذه الجملة اللي هي كلش مهمة، نقطتين: public person. من الـ person؟ person اللي هو الكلاس الأب اللي هو based class. والستيودنت كلاس شو يعتبر؟ يعتبر درايفد كلاس، المن للبيرسون. فاذا هذا الاب وهذا الابن على اي اساس؟ على اساس جمله الوراثه اللي صارت بابليك بيرسون. راح يقدر يستخدم الدوال اللي موجوده ويقدر يستخدم المتغيرات اللي موجوده بالكلاس الاخر. راح ننطي مثال واللي هو موجود بالمحاضرة مالتكم وحتى نعرف العمل شو راح يتم. عندي كلاس اسمه شيب، وهذا الكلاس الشيب، عفوا لحظات حتى أشير الملف، هسه عندي كلاس اسمه شيب وعندي كلاس اسمه ريكتانجل. الكلاس شيب بي دوال سيت ويدث سيت هاي وبي متغيرات protected اللي هي الودث والهاي. والكلاس الآخر اللي هو الريكتانجل بي دالة get area اللي بيها عملية الضرب بين المتغير. زين هذا الكلاس إذا وحده الودث والهاي منين راح يجيبهم؟ هذا اعتبر الكلاس هو البيز كلاس اللي هو الكلاس الاب، اعتبرناه كلاس الاب. ليش؟ لانه انا بالكلاس الثاني ضفت جمله public shape، معناه قلنا الكلاس اللي اسمه ريكتانجل راح يحتاج بيانات، وهذه البيانات موجوده وين؟ موجوده بالكلاس شيب، وما راح اعيد كتابتها، ما راح أعيد كتابتها، وإنما راح أستخدمها بالوراثة، راح أستخدمها بالوراثة. فمن معناه إنه أكو دالة اسمها gate area، وهذه الدالة احتاجت متغيرات، وهذه المتغيرات اللي هي الودث والهاي راح تضربها. منين تجيب قيمتها؟ راح تجيب قيمتها من خلال الكلاس الأول، لأنه الكلاس الأول بي دالة سيت للودث وبي دالة سيت للها، وهذني الدوال بابليك، فلهذا قدر يوصلهن الكلاس الثاني. على اعتبار انه المتغيرات الودث والهاي متغيرات موجودة بالكلاس الاول ولكن هي بروتكتد، فهذني المتغيرات كما شرحنا سابقا انه البرنامج الرئيسي ما راح يقدر يوصل، راح يقدر يوصل بالببليك عن طريق دوال السيت بارسال قيمه الدبليو وارسال قيمه الاتش اللي هو راح يقول الاتش يساوي الهاي، يعني العفو الهاي قيمته تساوي الاتش والودث قيمته تساوي الدبليو. فبذلك اخذني قيمتين، اخذني القيمتين من خلال السيت فاليو. والدرايف كلاس احتاج بس عملية ضرب للمتغير الودث والها. البرنامج الرئيسي راح يكون كالتالي: object اللي هو الريك تابع للريكتانجل، راح يقول له سيت ودث 5 وست هاي 7. زين اني
بالكلاس اللي هو الريكتانجل. معرف ويدث؟ لا ما معرف ويدث. هذا الكلاس كله من بدايته النهايته ما معرف ويدث، لكن دزيت قيمة الويدث ودزيت قيمة الهاي. وين راح يشوفهن؟ راح يشوفهن باعتبار انه set value بالريك، هذا الريك اللي هو object الريكتانجل. object الريكتانجل راح يروح للريكتانجل، عندي دالة اسمها set width و set height كدالة موجودة بالكلاس ماكو، ولكن راح يعرف انه هذا الكلاس ريكتانجل ديورث بيانات موجودة بكلاس اسمه shape عن طريق جملة الوراثة اللي هي public shape. فراح يروح للكلاس الاب ويشوف عنده set value، راح يلقى set width موجودة والبارامتر مالتها انتجر، وست هاي موجودة والبارامتر مالتها انتجر. راح يرسل القيم والقيم راح توصل إلى الهاي والودث، وقدر يحسب قيمتهم بعملية الضرب ويرجع الريتيرن المن إلى الدالة جيت اريا. get area راح يجي بس طباعة الاوبجكت اللي هو سي اوت توتال اريا بالريكتانجل، اطبع لي قيمة الجيت اريا اند لاين ريتيرن زيرو. هذا فد مثال كلش بسيط لموضوع كلش يعني لطيف بالاوبجكت اورينتد اللي هو الوراثة، وشون قدرنا نتعامل مع الدرايف كلاس والبيز كلاس نعرفهن شنو هن وشنو معنى الوراثه وليش استخدمتها، وهل هي مفهوم من مفاهيم الاوبجكت اورينتد. وتعاملت وياها بمثالين، مثال يحكي على الطالب والبيرسون، وطبقناه بمثال اللي هو الشيب والريكتانجل. أرجو أن تكون المحاضرة سهلة بالنسبة لكم، أتمنى من عندكم تطبيقها، ونلتقي بمحاضرة أخرى. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.